السلام عليكم. الريفيت بتديني امكانيه حلوه جدا ان انا اعمل ريندر، فاقدر اجي هنا واقول له انا عايز اوتوديسك ريندر. في الاظهارات اللي فاتت كان في نوع تاني من الريندر، دلوقتي اصبح هو اوتوديسك ريندر المعتمد. دلوقتي هاجي مثلا هنا عايز اعمل ماتيريال للروف اللي هنا، اقدر اختار الماتيريال اللي انا عايزه يكون مثلا حاجه بالشكل دوت، اسحب وابدا احط تطلع معايا بالشكل دوت. لو عندي اي حاجه مثلا زجاجي عايز اغير نوع الزجاج، فهدور هنا على جلاسز واختار نوع الجلاسز وابدا احطه هنا. عندك انواع كتيره من الجلاسز، تقدر تخش في كل واحده فيهم وتعدل الخصائص بتاعتها، تقدر تضيفه بالشكل دوت او تقدر تقول له انا عايز اعمل ايديت وتعدل تعمل كاستم، تخلي مثلا اللون بتاعه بالشكل دوت كلر، تقدر تختار جري جرين زي ما انت عايز، اللي انا كسبت قد ايه شيت في جلاسز، تقدر تضيف تنت من هنا. في عندي هنا ان انا اعمل كرييت لللايت، هنا هو ظهر اللايت كله، اقدر اخد كل اللايت او اظهرهم. خلينا نضيف لايت معين، وليكن مثلا هنا اقول له انا عايز اضيف كرييت لايت، فبيقول لي ان نوع من الانواع دول. النوت بيدي في كل الاتجاهات، فممكن مثلا نحطه هنا ونقدر نعمل له موف بالشكل دوت، بحيث يبقى كويس لما تيجي تعمل الريندر. وتقدر تختار بقى أي واحد فيهم وتبدأ تعدل الأداء بتاعته، تقول له مثلا ده الاسم بتاعه، تختار اسم مختلف تخليه يشتغل أو ما يشتغلش. الفلتر كولر ممكن تديله لون آخر وليكن مثلا لون أصفر بالشكل دوت. اللمب كولر المكان بتاعه موجود فين، فتقدر تزيح من هنا بدل ما تعلم هنا وتتحرك، ممكن تتحرك من خلال الأرقام، تكتب الرقم اللي أنت عايزه هنا. في عندي environment البيئة بقى، فتقدر تختار الشمس هنا، تقدر تختار الأداة بتاعتها، ممكن تيجي هنا sun تيجي تشوف الشمس اهيت هي ظاهرة خلف المبنى دوت، تقدر تعدل فيها زي ما انت عايز. هنيجي على الأداة بتاعت الشمس sun، ممكن تبدأ تختار الزاوية بتاعتها اهي، خليها تطلع بالشكل دوت. كبرها وتصغر فيها زي ما انت عايز، السكيل بتاع الكورس دوت تقدر تعدل فيه زي ما انت عايز اهو. خلي الضوء بتاعها يبقى مناسب لان انت تشوف الشغل بتاعك. السكاي بتاعك ممكن تخلي النايت كلر، تختار لون غير الاسود، تختار مثلا لون ازرق مثلا بالشكل دوت لما تكون الشمس مغيبة، يبقى في لون ازرق مش اسود. الجراوند كلر ممكن برضو تدي لون مختلف بالشكل دوت، تقدر تزود الهايلايت بتاعك، تقدر تتحكم في الشادو هيبقى عامل ازاي، الوايت بوينت، بحيث ان انت توصل للشكل اللي ترضى عنه، تعمل رندر كويس تكون الإنارة اللي فيه واضحة. ممكن تقفل اللايت دي لو مضايقاك.